السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعة فرح اسم على مسمى، وهي ليلة فرح تذكرنا بالزمن الجميل وأنديتنا الأهلي والاتحاد عملاقي المنطقة الغربية. قطع بصمة رياضي، هذا هو اللي قائم بالاحتفال ونحن معهم. فرصة طيبة يا كبير، الله يخليك يا تستاهل التكريم أكثر وأكثر. الله يعينك في عمالقة في الدعم والخلق، كلمتك كانت جميلة جدا. والله يعتز بالكلام. السنية، ما رأيك في هذا الاحتفال وهذا الجمع ما بين أهلي واتحاد وكل جميع الأنشطة؟ والله هذا هو المفروض، هذا المفروض اللي يصير. هي الكورة تجمع، قال المهندس عبد الله بكر، الكورة تجمع. ترى احنا اصدقاء عمرنا من زمان، مو من دحين، الأهلاوية النصراوية كله، هذا من نعم الله. والله يجمعنا. والكابتن عبد الله بكر مثال لهذا الكلام من يوم انه هو لاعب. نعم ما في شك. نعم الله يعطيك العافيه. هنا عملاق الاتحاد بالجيل الذهبي، ابو الجندوبي، يعني كان عصر جميل، وكان يميز الاستاذ احمد صغير عندنا وعبد الله غراب في الاتحاد، وكلهم نشيطين، بس كان عبد الله غراب كمان متابعين جيدين للعب كوره، انشط واحد قبل الاتحاد. الله يعطيك العافيه. الله يبارك فيك. عرفنا باسمك. يحيى شتيف، حكم كرة سلة. محمد عمر حلمي، حكم سلة وعضو في الاتحاد السعودي كرة سلة سابقا. ما شاء الله. ايش طباعكم عن هذا الحفل؟ ما شاء الله، انا ما هي اول مره، يعني دائما معه. فهذا شيء طيب ان الرياضيين من كل الالعاب ومن كل المناطق يكونوا مع بعض، الفه ومحبه، الحمد لله رب العالمين. وهذا يدل عكس الاعلام اللي يعني تذوب العصبيه والتعصب والكلام اللي ما هذا شيء طيب. شوف الان الاعمار ما شاء الله والذكريات، الواحد يتذكر الزميل والاخ والصديق، شيء التنافس في الملعب وبعد الملعب حبايب. نعم كله خارج الملعب. نعم والحمد لله رب العالمين. استاذ بوقس، كلمه كذا بهذه المناسبه الجميله. سعدني وشرفني على هذه الدهرة الكريمة لجماعتنا مع اللاعبين وخدامنا اليوم الزمن الجميل. أتمنى أن الاستمرارية تأتي إن شاء الله. هلا يا قمر، ايش حكايتك؟ اتحاد الأهلاوي؟ أنا؟ اتحادي. أنت عارف يعني ما يحتاج. يلي ملكت القلوب ومنهم فؤادي. حبيب قلبي. على عيني وراسي. كنا حبايب وهنا حداوي. شوف كيف الجمعة الجميلة، لمت الكل. لمت الكل. ايوه الحمد لله. مع بعض. كل مع بعض ويسلموا على بعض ويحبوا بعض. حبيبي. كذا كنا. ايوه. ان شاء الله على طول. باذن الله. ما شاء الله بس. 20,000.